السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد جمال من قناة كومتاش تري اي جي المصري. موضوع الحلقة النهاردة يا شباب هنتكلم فيه ان شاء الله عن برنامج ادسنس، والمرة دي مش هنتكلم عن ادسنس العادي ولا هنتكلم عن ادسنس المستضاف. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حسابات معينة في ادسنس، مش اي حد يقدر يوصل للحساب ده. بصراحة الحساب ده انا بتمنى ان هو يكون موجود عندي على الموقع، ولو وصلت له في يوم من الايام اكيد هشاركه معاكم بكل سعاده وبكل سرور. المهم حلقه النهارده هتكلم فيها عن حسابات ادسنس بريمير او ادسنس بريمير. الحسابات دي يا جماعه لها شويه مميزات كده هنعرفها في الفيديو. الحسابات دي جميله جدا لاي واحد عايز يحط بينه وبين الفقر مليون خط. الحسابات دي فعلا اللي يمتلك فيها حساب استحاله نقول عليه فقير، ده مليونير. فلازم نعرف ايه الموضوع، وعشان نعرف ايه الموضوع لازم تكمل معايا الحلقه للاخر. رجعنا لكم تاني، والموضوع زي ما قلنا النهارده هنتكلم عن ادسنس بريمير. ادسنس بريمير هي حسابات عاديه جدا، لكن شركه جوجل علشان الحسابات دي لها مصداقيه عاليه جدا بتديها شويه مميزات. اول مميزات الحسابات الادسنس بريمير ان انت بتاخد 80% من الاعلان. يعني انا لو معلن ودافع $100 فانت ليك $80 في الاعلان، جميل جدا. تاني حاجة زي ما قلنا كده انت حطيت بينك وبين الفقر 100 حاجة. تاني حاجة بقى ان شركة جوجل عاملة ان الحسابات دي او فعلا الحسابات دي عندها مصداقية عالية جدا 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 مع شركة جوجل، فاستحالة ان شركة جوجل تقفل اي حساب ادسنس بريمير في يوم من الايام، وده بسبب ان مصداقية عالية ليك سواء من الاشخاص او من شركة جوجل. تاني حاجة هنتكلم عليها والتالت حاجة هنتكلم عليها ايه ادسنس بريمير. يعني في مميزات تانية؟ انا لو عايز اوصل لادارة ادسنس الموضوع سهل جدا وبسيط. بالنسبة لادسنس بريمير انت بتوصل للادارة بشكل مباشر، يعني مفيش ايميلز مفيش كلام من ده، مكالمة تليفون بس تبقى مع الادارة. طبعا ده مش متاح في ادسنس عادي او ادسنس مستضاف. رابع حاجة ممكن نتكلم عليها يا جماعة، ايه الحاجات اللي ممكن نحتاجها علشان يبقى عندنا ايميل او حساب ادسنس بريمير؟ اول حاجه شركه جوجل بتطلبها منك ان انت يكون عندك 20 مليون زياره للصفحه. نرجع شويه كده للصفحه، يعني الموضوع بشكل اصح او لصفحه الموقع. ال 20 مليون زياره اللي انت محتاجهم لازم يكون فيهم 5 مليون من محركات البحث، من غير كلام يعني 5 مليون شخص يدخل الموقع من محركات البحث، و15 مليون في خلال شهر يجوا بقى من سوشيال ميديا، يجوا من ريفلر، يجوا من مباشر، باي طريقه انت عايزها هاتهم بيها. محتوى الموقع لازم يكون محتوى الموقع بتاعك حصري، ويكون انت صاحب الحقوق النشر والطباعه كامل المحتوى. طيب هي صعبه مش سهله، عشان كده بقول نادرا ما هنقابل حد كده معاه ادسنس بريمير. انا اتمنى ان انا يكون عندي ادسنس بريمير، شرف ليا ان انا يكون عندي حساب ادسنس بريمير طبعا، علشان شركه جوجل بتبقى واثقه فيها مليون في المية. دي كانت نهايه الحلقه. زي ما احنا شفنا النهاردة عرفنا مميزات ادسنس بريمير، وان شاء الله استنونا في حلقات تانية. وانا اسف ان انا بتكلم بالطريقة دي او الاسلوب ده، مش متعودين عليه احنا طبعا في القناة، بس انا بصراحة ما كنتش سجل الفيديو، كنت حاسس بشوية احباط كده، بس رجعت في كلامي وقلت لا لازم اكمل، علشان طبعا انتوا عارفين سبب ان انا ابقى موجود ايه، واللي ما يعرفش ممكن يشوف الفيديو التعريفي فاكيد هتعرف انا موجود ليه على القناة وليه عملت الموقع والقناة اصلا. المهم يا شباب ما تنسوش تعملوا لنا شير لو المعلومة هتفيد اي حد، او صناع المحتوى او كده يا ريت يعمل شير، لايك لو الموضوع عجبك، ديسلايك لو شايف ان الموضوع فيه اي حاجة مخالفة او كده، يا ريت تسيب لي كومنت. الكومنت بتاعك ده بيفرق معايا جدا، الكومنت لو بتشجعني فيه بيفرق جدا جدا جدا. الناس اللي اول مرة تشوفني انا لسه معرف نفسي في اول الفيديو، ما تنساش تعملوا لنا سبسكرايب للقناة واشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان توصلوا بكل جديد.